تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب العالمين. هلا الدار، بسم الله. هلا الدار، هلا الدار، بسم الله بسم الله. وعليكم السلام، سلام يا سيتي، سلام يا جيلين، أهلا إندونيسيا فلبين، ما شاء الله ما شاء الله، شكرا شكرا. الله يكثر خير من هو خير، اجعلها يدين ما تمس النار. والله كتاب عظيم يا اخوان، تراك اشغلتني يا بابا، اشغلتني اشغلتني يا نونو. قلبي انت، هلا ابويا، هلا عمي، هلا خالي، هلا جدي، هلا عدي، هلا بالشيخ النصر، شلونك الشيخ؟ يا قلبي انت، يا عيوني الثنتين. يلا تصلح لنا ما عطيتنا يا كريم. يا بابا انت طفشان يا بابا، ايش رايك نعطيك كتاب وتقرا؟ امسك. من اجمل الكلام اللي قيل في الابناء ما قاله الامام الراحل ابن الجوزي رحمه الله عليه، يقول: ابنك ريحانتك 7 سنين، ثم خادمك 7 سنين، فان صار الابن 14 سنة فان احسنت اليه فهو شريكك، وان اسات اليه فهو عدوك، ولا ينبغي ان يضرب بعد البلوغ او ان يساء اليه، لأنه وقتها يتمنى فقد والده ليستبد برايه. عشان كذا تشوفون بعض الأبناء علاقته في والده سيئة جدا. السبب يعود أن الوالد يهمش، يقصر في حقه، ما يعطي قيمته كرجل. الله يخلي لكم عيالكم ويخلي لنا عيالنا يا رب العالمين. ها يا قلبي، ها يا نونو، وش تبى أنت؟ إيه يا أغلى الناس، نسيت لا أقول لكم، شلونكم؟ طيبين؟ مشتاقين لكم. ابو النصر مشتاق لكم، والشيخ النصر مشتاق لكم. هلا يا ابوي، هلا يا قلبي، هلا يا عمري. الله يصلح لنا ولكم يا رب العالمين. والله ما شاء الله الولد كبر وزان، ما شاء الله يا ابوي، ما شاء الله، وطلت يا بابا، تنفع سنتر يا بابا في نادي النصر. الله يخلي لنا ولكم عيالكم يا رب العالمين. ما شاء الله الرجال الحين يمشي في 5 شهور، أبوه يمشي في 31 عام، والأمور مصلحة. الله أكبر، شابت الحانة ما لحقنا هوانا، عزي من شابت الحاهم على ماش. هلا أبوي، هلا 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 قلبي يا طيب. في بني روق ما جاه الهوان، طارق خيزران وضرب الهندويش، عوخوان لي ما عنده من الرودة خوي. طيب هلا عنده من الروق اخوي، ما عنده من الروق اخوي. رمزي الله يهديكم، قلنا لكم خلوهم يركبون ورد يكسر اللون مع المسطح الاخضر، مو بورد كله خضار.
اللون شوف اللون بس بسيط حش. الحمد لله على السلامة. أنت يوم في روسيا ويوم مدري ويوم مدري يوم ما أنت تابع أغراضك ولا أشغالك ولا بيتك ولا أي حاجة. لا يكون أنت حسيبي وأنا ما أدري. لا لا بس أنت ما أنت منتبه لبيتك. ما غير هذا ورد شتوي هذا ورد صيفي ويركبوا لك اللي يبغوا. أهم حاجة فلوس وبس. أهم شيء حاجة فلوس. واجد اللي عندهم أهم حاجة فلوس. لا أنا ما أشتغل معاكم عشان الفلوس يا بربيع. عشان أنكم أنا واحد من عيال مزنة. بالله إيه؟ يعني انت ما تشتغل معنا عشان الفلوس؟ لا عشان طيبتكم وعشان اخلاقكم وعشان بيض الله وجهك. وش رايك تخلي يدك وش رايك نخليها جماله وبيض الله وجهك؟ لا لا لا, لا, لا ما يصلح. خلاص ما في راتب. انت من عيال مزنه. خلاص انا من دوي غانم. لخن دوي غانم اكثر ناس اخذوا منك فلوس. وش انا حتى لو انا من دوي غانم ما قصرت علي. انت الحين تقول هذول يجون يشتغلوا اهم شيء الفلوس. ايوه هم ياخذوا الفلوس وكل حاجه لكن حتى انا عادي. وش عيال ربيع اكثر ناس اخذوا فلوس ودوي غانم اكثر ناس اخذوا فلوس. لو انا من دوي غانم يعني ما اخذ فلوس. بيض انت الحين تقول جمالها الشغل ومواقف وانا من عيال مزنه وعيال ربيع يعني لازم نلمحها وكذا ونسوي. يلا زبطت المكان كله. بيض الله وجيهكم.